سعدتم صباحا سيدتي وسادتي في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة فيها أهم العناوين. جاء في موقع الهيئات: وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع حالة الإصابة بالأورام السرطانية في البصرة. ونقرأ في المدى: 245 مشروعاً متلكئاً بكلفة 4 مليارات دولار في كربلاء. نقرأ في البصائر: رغم التحذيرات الأممية، الهجرة تغلق مخيمات النازحين في نينوى. وجاء في العرب اللندنية: قصف جوي جديد يعمق معضلة حماية مواقع الميليشيات في العراق. نتصفح في العرب الجديد: أمريكا تستعد لمرحلة ما بعد احتكار نتنياهو القرار الإسرائيلي. نقرأ في القدس العربية: أردوغان: لا يمكن لأي تهديد أن يثنينا عن صون حقوق القدس. ونتصفح في عربي 21: لندن: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو، وجونسون سيلتقي روحاني. أهلا بكم. عن مأزق الإعلام والنظام السياسي في العراق كتب سمير السميدعي في صحيفة المدى، وجاء في المقالة: الغريب أن الكل ينادي بمحاربة الفساد، ولكن عندما تكون الحرب فعلية ويؤشر بعض كبار الفاسدين، ينقسم الجمهور بسرعة إلى قسمين. الأول هو هم كثر، وهم أكثر الناس المتضررين من الفساد، يطالبون بالتحقيق والمحاسبة، والمنتفعون يهرولون إلى خنادقهم ويستخدمون الأغطية المتاحة كغطاء الدين وهيبة المؤسسة الدينية. أصبح الفساد المالي والإداري في العراق ظاهرة ثابتة متجذرة، مرتبطة بنيوياً مع النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والعنصرية، وبلغ مستويات قل مثيلها في أفسد دول العالم. كما انتشر على كل مستويات هرم الدولة، وتسرب إلى الأعراف الاجتماعية والعشائرية بواسطة مجاميع الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية وتشابكها مع بعض أجهزة الدولة أو تلك المحسوبة عليها. هذا الفساد لا يقتصر ضرره على هدر الموارد وإفقار الشعب، بل يتجاوزه إلى إضعاف الدولة وهيبتها وشرعيتها وزعزعة الأمن وطرد الاستثمار الأجنبي وانهيار الثقة بالحكومة والقيادات السياسية. في هذه الظروف الاستثنائية يمكن أن يلعب الإعلام دوراً محورياً في كشف هذه الظاهرة وحجمها والمتلبسين بها ومناقشة وسائل معالجة تجلياتها المدمرة. وللإنصاف نقول إن بعض القنوات ما زالت تتصدى لظاهرة الفساد، ولكن غالباً ما يكون ذلك في إطار التشهير والتسقيط، ويندر أن تجد فيه مناقشة معمقة للمخارج والحلول. أما الإعلام الرسمي الذي تموله الدولة، إعلام الهيئة العامة المذكورة، فلا هو في العير ولا النفير، وإن كان أقرب إلى التطبيل والتزمير، فهو يؤثر أن يتحاشى الموضوع برمته إلا إذا أوعز له بنشر خبر عن كبش فداء صغير يراد به صرف الأنظار عن حيتان ابتلعت القمر وما حواليها. يقول الكاتب: إلى الآن كفة حيتان الفساد وثعالبهم والمدافعين عنهم في الراجحة، ولكن إلى حين فبمساعدة تقارير جريئة مثل الذي شاهدناه على الحرة تتحرى، يزداد الوعي وتنكشف مخابئ المزيد من الفاسدين وأساليبهم والذين يدافعون عنهم، ولا يهمنا إطلاقا من يكشف الحق أكان عدوا أم صديقا. وفق الكاتب: في الزمان جاء تحت عنوان: بعد استقالة وزير الصحة العلوان. طبعا الفساد يبقى ويتمدد. مقال للكاتب محمد حسن الساعدي نشره موقع جريدة الزمان، حيث
جاء فيه جاءت رسالة التي بعث بها وزير الصحة العراقي الدكتور العلوان بعد معاناته التي عاناها بحسب ادعائه طيلة فترة وزارته، والتي أعلن فيها استقالته بشكل رسمي أمام الملأ، حيث يرى المحللون أن الاستقالة يمكن أن نجد فيها بعدين. الأول أن الوزير يتبجح ويريد الخروج بحجة وهذا مستبعد، أو أنه فعلاً هناك مافيات الفساد والذين أرغموا الوزير على الاستقالة، وهذا ما يضعنا أمام معضلة كبيرة وخطيرة في نفس الوقت. فإذا كان منصب كبير ومهم وهو الرأس في السلم الوظيفي للدولة العراقية ولا يمكن له إيقاف مافيات الفساد ومحاربة الفاسدين، فمن الذي يمكنه ذلك؟ خصوصاً إذا علمنا أن السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو الحلقة الأضعف من حلقات السلطة، كونها لم تأتي بقوة القانون والدستور، بل جاء تحت وطأة الأحزاب التي تسلطت على الدولة ومقدراتها، وتمكنت من السيطرة على حركة حكومة عبد المهدي وتقويض أي إجراء من شأنه إيقاف عجلة الفساد ومحاربة الفاسدين. خطوة السيد الوزير لم تكن مستغربة أمام الكتل الكبيرة من رجال الفساد الذين تمكنوا من نهب موارد البلاد وتهريبها إلى الخارج، إذ تقدر الأموال المهربة بحوالي 75 مليار دولار، أغلبها في حسابات وهمية ولأشخاص لا يمكن الوصول إليهم لارتباطهم بأحزاب وكتل كبيرة في الدولة العراقية. إلى جانب ذلك، فإن الدولة التي هربت إليها الأموال لا يمكنها تسليم تلك الأموال للسلطات العراقية، كونها تعد رأس مال محرك للمصارف والبنوك فيها، ما يعد احتمال عودة هذه الأموال إلى خزينة الدولة العراقية من الصعوبات، إلى جانب تغاضي المؤسسات الرقابية عن الوثائق الدامغة التي تثبت تورط السياسيين في مافيات الفساد. ما حصل من استقالة السيد وزير الصحة هو نتاج لعملية بيع الوزارات التي سادت في حكومة السيد عبد المهدي، خصوصا وأن وزارة الصحة من حصة سائرون، ويعلم الجميع أن الوزير لا يملك شيئا، وأن الوزير الأصلي هو رئيس الكتلة الأم، وهو من يتحكم بمقدرات الوزارة. جاء في البصائر: تبقى السياسات المتبعة من قبل الرئاسات الثلاث بعيدة كل البعد عن آمالي وطموحاتي وأماني أبناء الشعب، شعب العراق. فلو ألقينا نظرة دقيقة فاحصة لتصريحات وأحاديث مسؤولي هذه الرئاسات لعلمنا حقيقة الافتراق الكبير بين القاعدة الشعبية الجماهيرية وبين هذه الرئاسات. مقال للكاتب إياد العناس في صحيفة البصائر جاء فيه: كيف تتعامل السلطة التنفيذية مع قضية إنسانية كبيرة تهم المجتمع الأسري في العراق وتعاني منها الآلاف من العوائل الكريمة في عملية الاختفاء القسري لأبنائهم بعد الاحتلال الأمريكي وما عاشه العراق من صراعات سياسية وتواجد ونفوذ إيراني وهيمنة وسيطرة واضحة على شؤون ومقاليد القرار السياسي والأمني في العراق وحضور ميداني للميليشيات المسلحة وقيامها بعمليات الخطف والاحتجاز القسري والتعذيب بالضحايا الأبرياء ومن ثم قتلهم والتمثيل بجثثهم وإخفاء معالم الجريمة والتستر على الفاعلين. أمام هذا المشهد الإنساني الكبير والجرائم المروعة التي تسعى إلى زرع حالات الخوف والفزع واليأس والقنوط في نفوس أهالي الضحايا الأبرياء، يأتي الموقف الحكومي المخزي والذي يبتعد كثيراً عن ذكر الحقائق والتعامل باهتمام مع هذه القضية المجتمعية الحساسة التي تتعلق بحياة وآدمية الإنسان ووجوده واحترام ذاته بالعمل على تسفيه الأحداث والاستهانة بدماء الأبرياء وتسويف القضية وإيجاد الذرائع للفاعلين والتستر عليهم، مع علمها أن القائمين على هذه الجرائم معروفة أماكنهم ومقراتهم والمجاميع التي ينتمون إليها والجهات الداعمة لهم، ولكن سطوتهم ونفوذهم وقوتهم ونوعية الأسلحة التي بحوزتهم تجعل حكومة عادل عبد المهدي لا تتمكن من مواجهتهم أو الحد من تصرفاتهم وعبثهم وتوجهاتهم التخريبية وتنفيذهم للمشاريع الإقليمية المدعومة من النظام الإيراني. تقول الكاتب: علينا أن ندرك جيدا أن الوسائل والأدوات والصور البراقة التي أتت بها العملية السياسية بعد الغزو والاحتلال الأمريكي والتمدد والنفوذ الإيراني شكلت ثقلا وعبئا
أثر على ديمومة الحياة التي يعيشها أبناء العراق، وأصبحت واضحة المعالم لديهم، بل أدركوا جيدا حقيقة الفشل الكبير الذي تنادي به العملية السياسية. نقرأ في عربي 21: تشير الحركات والاحتجاجات والانتفاضات الثورية العربية الراهنة إلى أن روح الثورات العربية التي نفثت في العالم العربي عام 2011 لا تزال نابضة بالحياة. فالجسد العربي الذي أنهكته صياط الجلادين جلادي الثورات المضادة حتى خلته ميتا يشق طريقه الآن نحو التعافي. هذا ما جاء في مقال الكاتب حسن أبو هنية. لم تتمكن السلطويات العربية عبر الثورات المضادة من الاحتفال بنصر نهائي وقتل روح الثورة، فكلما خبتت الحركات الاحتجاجية في ركن من العالم العربي اشتعلت في مكان آخر. ففي الوقت الذي بدا فيه أن الثورة المضادة تحرز نجاحاً في مصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق، تقدم السودان والجزائر بانتفاضات شعبية تطالب بإسقاط النظام، وسرعان ما تومض شرارة في مصر، وتكشفت أسطورة خلق الاستقرار وخرافة الازدهار عن وهم كبير وخديعة أكبر. فالدرس الذي تبنته السلطويات العسكرية العربية هو أنها لم تمارس ما يكفي من العنف لخنق مجتمعاتها بالكامل، وهو ما أعاد الشعوب العربية اكتشافه ما بعد الانقلابات العسكرية. لقد باتت الشعوب العربية أكثر وعياً بأعدائها وخصومها، وأكثر فهماً لبنية الأنظمة العسكرية الحاكمة وألاعيبها، حيث تواجه النخب العسكرية النيوليبرالية العربية نوعاً مختلفاً من الشعوب لم تعد تقتنع بالاستراتيجيات العسكرية التي تتعامل مع السياسة كساحة حرب وخداع. ففي الجزائر فشلت تكتيكات العسكر ويوشك الشعب أن يرسخ حكماً مدنياً دون مراوغة، وفي السودان خضع المجلس العسكري لمطلب المشاركة المرحلية، وفي تونس تصر الجماهير على اختيار رجل مدني راديكالي يحرس الثورة ويقدس المواطن. يضيف الكاتب: خلاصة القول إن الانتفاضات والاحتجاجات والحركات في العالم العربي عموماً وفي مصر خصوصاً تشير إلى أن روح ثورات الربيع العربي لم تسلب. ذلك ما حدث فعلاً في السودان والجزائر ومصر. فالشعب العربي هو جسد الثورة وروحها، وقد شرع في تحديد مصيره وفرض رؤيته وقدره. عن حرب نتنياهو ضد فلسطيني الداخل، كتب عادل شديد مقالا في صحيفة العربي الجديد، فلنستمع إلى جزء منه. حملة نتنياهو لإلغاء الشرعية العرب وإعادة تشكيل القائمة المشتركة من أربع قوى فلسطينية أدتا إلى إثارة حماس الجماهير الفلسطينية ودافعيتها، والرأي تم التعبير عنه في زيادة نسبة التصويت العربية بأكثر من 10% عما كانت في انتخابات أبريل نيسان الماضي الملغات، وحصول القائمة المشتركة على النسبة العليا من أصوات الناخبين، وتراجع الأصوات الفلسطينية التي ذهبت إلى القوائم الصهيونية، حيث حصلت القائمة المشتركة على 471 ألف صوت، أي 13 مقعداً، مع أنها حصلت على 337 ألف صوت فقط في انتخابات أبريل، أي 10 مقاعد. وكان واضحاً أن تحريض نتنياهو ضد العرب قد جاء بنتائج عكسية جعلت نتنياهو يخسر كثيراً من ذلك، وقد وصفه محلل إسرائيلي بأنه أصبح ينافس الزعماء الدكتاتوريين العرب في إعطاء مصلحته الأولوية على مصالح حزب الليكود وإسرائيل، ويوظف مستشارين له للتصفيق لسياساته وتجميلها كما يفعل أصدقاء له من القادة العرب. وقد جاء ذلك بعد نشر نتنياهو خبراً كاذباً للإعلامي الإسرائيلي إيلي ليفي من القناة الإسرائيلية 13، حين ادعى أن طوابير الناخبين تملأ ساحات مراكز التصويت في قرية كفر مندا العربية في وقت كانت حركة التصويت خفيفة جداً في القرية. وبعد نشر نتنياهو الخبر الكاذب تداعت جماهير كفر مندا إلى المراكز في ردة فعل على التحريض. إذن يقول الكاتب: الجماهير الفلسطينية التي هزمت نتنياهو وخرجت إلى التصويت لإثبات وجودها جماعة لها حقوقها السياسية، والانتخابات أخيرا أثبتت أن الجماهير العربية قوة لا يمكن
إلغاؤها إطلاقا. نقرأ في الشرق الأوسط: طبيعي وبديهي جدا أن تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فهذا الموعد الذي يواكب انطلاقة الخريف يبقى التجمع الأكبر على مدار العام، فإلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ترسل الدول قادتها أو من ينوب عنهم، وترسل أيضا همومها ومخاوفها وتطلعاتها. عن موقف المجتمع الدولي تجاه إيران كتب غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط: في نظر كثيرين باتت إيران متهمة بمحاولة تحويل إمدادات الطاقة رهينة لا تشترط للإفراج عنها تسليم العالم بحقوقها، بل بممارساتها والاختراقات التي حققتها في الشرق الأوسط في السنوات الماضية. سيجد العالم صعوبة في تصديق كلام روحاني عن مشروعات الاستقرار في المنطقة والتفاهم بين أبنائها. الأمر نفسه بالنسبة إلى حديثه عن أن الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة هو أساس البلاء. وواضح للقاص والداني أن إيران التي تطالب القوات الأجنبية بالابتعاد عن المنطقة توفر بسلوكها كامل التبريرات لوجود هذه القوات، بل لمضاعفتها. الغريب أن إيران التي تندد بوجود القوات الأجنبية لا تسعى إلى طمأنة دول المنطقة، بل إلى إقلاقها. فبعد بضعة أيام من العدوان على منشآت النفط، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية كلاماً شديد الوضوح لإمام مدينة مشهد آية الله أحمد علم الهدى. قال فيه إن إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية. الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله، المتمردون الحوثيون في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا. وكان يمكن إدراج هذا الكلام في باب المبالغات الخطابية الحماسية لولا تطابقه مع تصريحات متكررة لجنرالات الحرس الثوري عن 4 بلدان عربية باتت تدور في الفلك الإيراني. وأوضح أن النظام الإيراني يسعى إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة وتغيير التوازنات في الإقليم وداخل الدول أحياناً، ويسعى إلى تكريس لغة في التخاطب تتناقض تماماً مع ما تنص عليه القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. بعيداً عن السياسة، في خطوة جريئة من المصنعين اليابانيين بدأت شركة تويوتا في اختبار سيارة قادرة على السير إلى الأبد من دون شحن أو وقود، مستخدمة الألواح الشمسية، ما يضع الكثير من الشركات العالمية التي اتخذت خطوات متسارعة نحو تطوير السيارات الكهربائية أمام تحدي جديد. السيارة الجديدة التي تختبرها تويوتا تمثل ثورة في عالم السيارات، حيث تتعاون مع شركة شارب المصنعة للألواح الشمسية والحكومة اليابانية في الوصول إلى نتائج ملموسة على سيارة بيريوس معدلة. وقال كوجي ماكينو مدير المشروع في شركة تويوتا وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية أن السيارة الشمسية تستطيع القيادة لفترة طويلة ومستقلة تماماً عن منشئات الشحن، مضيفاً أن السيارة قادرة على السير لأربعة أيام متواصلة كل أسبوع لحوالي 50 كيلومتراً من دون الحاجة إلى شحنها. أنقذت خاصية توقع وكشف السقوط في ساعة أبل منذ طرحها في نسخة الجيل الرابع أرواح العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وأحدث قصة إنقاذ قامت بها ساعة أبل كانت لوالد غابي بوردت من الولايات المتحدة، الذي شارك تجربة والده مع الساعة في منشور على فيسبوك صباح يوم الجمعة الماضي. فقد خطط غابي ووالده بوب لرحلة مشتركة على الدراجات بالمناطق الجبلية نهاية الأسبوع الماضي، لكن والد غابي تعرض للسقوط المريع أثناء ركوب الدراجة قبل وصول ابنه لنقطة الالتقاء المتفق عليها، وقد أخطرت رسالة نصية الابن بسقوط والده ومكان وجوده، وتتضمن ساعة أبل
من الجيل الرابع والإصدارات الأحدث ميزة اكتشاف السقوط المدمجة، حيث تعمل هذه الميزة على كشف السقوط المفاجئ والاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ إذا لم يغلق الشخص التنبيه خلال دقيقة واحدة من السقوط. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.